واش العشرين واش لا فامي؟ السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، اموركم مزيان ان شاء الله، تكونوا كاملين الدراري بخير عليكم في احسن الاحوال. اليوم الدراري فيديو جديد وموضوع جديد. فيديو ديالنا اليوم الاخوان غادي نهضروا على المخالفات اللي عليك وانت ما عارفهمش شنو غيطرى الى في حاله ما خلصتيش ديك المخالفات، وكيفاش تقدر تعرف هذه المخالفات اللي عليك اللي اول ما بديتي ركبتي على الموتور غيطلعوا لك هذه المخالفات هذو. وفي حاله ما كان عندك البيرمي واش كيتنقصوا النقاط الى اخره. الاخوان شي كامل غنهضروا عليه في هذا الفيديو. ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتفرجوا الفيديو ديالي خليوا واحد لايك واحد كومونتير. اي تساؤل اي مشكل راه كنخليكم الدراري ليان ديال انستغرام في اول تعليق. دابا الدراري عندنا هنايا واحد لا كوموند. انا دابا جيت العرفان في الرباط، هذا ما غاديش يخلينا ندورو. سير اخويا غنجيو من لهنايا. قلت لي انا الدراري راه كاينه هنايا، غنحاولوا نشوف. واخا اختي قولي لي واش حدا مع هذا الحسن الثاني الزراعه؟ صافي صافي، مرحبا اختي، مرحبا. الله يحفظك. كم السلامة اختي. وي اختي ماكدو هاكا اختي، بصحة وراحة. اللهم امين اختي. نهبطو الاخوان الفيزوار ونسدو هاد اللعيبة. كيف ما قلت لكم الاخوان، اول حاجة غادي نعرفو السيت اللي ندخلو منه ونسجلو فيه باش نعرفو المخالفات اللي علينا. السيت تلقاه الوكالة ديالنا راسا، يعني بامكانك تدخل وتشوف المخالفات اللي عليك في حاله ما تقيدتي. وقف هنايا اول حاجه باش تدخل لهذا السيت هذا، نشوف شنو شي كيبان. تيبان واقيلا الدراري ياك انتوما الدراري كتدخل لهنا كتجي تكتب، نديرو جوجل غنديرو داش هنا، كنجيو نكتبو جوجل تنديرو نراسا نراسا للمخالفات. او اول سيت الاخوان تيدخل لك. الا كنتي اول مره كتدخل السيت راه كدير التسجيل، كدير هنايا سميتك كنيتك نمر التليفون الايميل، تعاود هنايا الايميل مود باس مود باس، كدير الوثيقه كدير سميتو لاكارت ناسيونال، رقم الوثيقه تاكد رقم الوثيقه، هذا ماشي ضروري العنوان توافق وكذا. كدير الخطوه الثانيه كتصيفطو لك الاخوان واحد الجيميل، كتاكتيفي الكونت ديالك. من بعد ما كتاكتيفي الكونت ديالك ديروا تسجيل الدخول، ديروا مثلا لعيبة هكا، غنغطي هاد الشي هذا الاخوان. هنا دخلت الاخوان دابا الكونت ديالي. هنا عندنا واحد المخالفة الاخوان في 2018، ما عرفتش انا في 2018 اي في 2018 ما عرفتش في 2018 بالضبط كانت عندي اس اش روبو، وفي نفس العام بعتها وخديت بينيلي في ال اكس. المهم انا ما عرفتش هاد الماتريكيل هذايا، ما بقاش عاقل الاخوان هو الف 42، ما عقلتش انا اش من الموتور بالضبط. دونك الاخوان هي عندي هنا مبلغ الغرامه هي 300 درهم. في ديك الوقيته ما كانش عندي البيرمي، كانوا دايرين لي صفر نقطه، ما حيدوا لي حتى شي نقطه. اجي نشوفوا الاخوان هاد الخضره هادي اللي ديجا بي، هادي الاخوان حدا السد الادريه شارع مولاي رشيد. انا جيت مرجان الاخوان خلصت، حيدوا لي جوج نقاط من البيرمي ديالي، هي البيرمي ديال الطوموبيل حيدوا لي جوج نقاط. هنا ما كانش داير كاسك، هايا بوردو كاسك هومولوغي لعيبات كدا غيسبيك، ما عرفتش واش ما سادش واقيلا الكاسك مزيان، ما سادوش واقيلا مزيان، كنت داير كاسك ولكن ما سادوش مزيان. المهم هيا حيدو ليا الاخوان جوج ديال النقاط. البيرمي ديالي هو فيه 30 نقطة دابا، يلاه رجعوا ليا النقاط ديالي. في حالة ما خلصتيش راه كطلع في الروشيرش ديال مدة عامين، ومدة عامين راه كتدخل في التقادم. دونك هذه هي الطريقة باش تدخل لهذا السيت هذا الاخوان. بزاف ديال الدراري كيدوزو من حدا الرادارات و تيدوزو وكيخيدو المخالفات وكدا، وما عندهم بيرمي ديالهم، و تيقول حكا راه ما تنقصوش لنا النقاط. لا الاخوان كنقصو النقاط من البيرمي في اي حاجة، سوا الدراري اللي كيدخلو الدراري اللي كيدخلو في الانتيردي و اللعيبات، راه 4 نقاط تتمشي لكم من البيرمي ديالك. و نتوما عارفين الا مشا لكم النقاط تحت من 20 يمكن راه خصك تعاود النظاري، كيتسحب البيرمي و كتعاود النظاري. اخوان صحوا لي هاد المعلومة هادي الا كنت غلط فيها، المهم انا راه ما متأكدش، ولكن اللي عارف هو انك ملي كيمشيو لك النقاط راه كتعاود النظاري، هادشي اللي عارف انا الاخوان. دونك الدراري بالنسبة للناس اللي كيدوز من حدا الرادارات مكسيرين، راه الدولة في طور اطلق الرادارات ديال البلايك صغار، راه بقات شي ايام معدودة الاخوان ويطلقوا الرادارات على حساب مطر بحال هكا. هادو الصغار تاهما غيوليو يشدو من الرادار، يعني راه ما غاديش يعلموكم ويقولك حكا طلقناكم، ديروا بالكم الدراري راه يشد بلايك صغار. وبالنسبة للناس الاخوان اللي ما كيخلصوش، كيف ما قلت لكم راه كطلع في الروشيرش، المهم كتحكم المحكمة ولعيبات الى اخره، هادشي كامل كيتحكم غيابية الدراري باش تكونوا عارفين.
راه كتدخل لهذا السيت هذا كتلقى داك الشيء محكوم غيابي بلا حضور ديالك بلا والو. المهم ترك كتوصل باشعار ولا شي حاجه للدار بحال اسما استجبتيش في الروشيرش لمده عامين. من بعد مده عامين راه كتدخل في التقادم، يعني كتلغى ديك الروشيرش وكتمشي ديك المخالفه. هذه من جهه الاخوان. حتى لك انت خارج باغي تخرج من البلاد ولا كذا، نتوما عارفين هادشي بلا ما نحتاج نقول لكم، راه ضروري غتخلص. دونك راه غادي تخلص غتخلص، غتجيبك شي وثيقه ولا شي حاجه ضروري غادي تخلص هاد المخالفات الاخوان. وبالنسبه للناس اللي كيديروا واحد البلان الاخوان، انا نقول لكم هو ملي تيكون عنده الروسي ديال البلاكه كيشدو مثلا البوليسي، ما عندوش هو ما خرجش ليه بلاكه، كيعطوك واحد الروسي مثلا شريت هاد الموتور عطوني واحد الروسي، هذاك الروسي شنو كيدير به؟ تيشدو بوليسي تيقول له حق عندك مخالفه، تيسمح ليه تعطيه داك الروسي تيسمح فيه وتيمشي يخرج روسي واحد اخر باش ما يخلصش ديك 300 درهم. وهاد البلان هذا راه الاخوان راه تنشوفوه ديما هنايا عندنا، هنايا في سلاغ رباط كذا، راه ديما تيمشيو يجيبوها الشهاده ديال الضايع من المقاطعه، ممكن كاين هذيك لا راسي ولا والو، شهاده الضايع تمشي ديروا السيرفيس ديما وتعطيهم الروسي ب 30 درهم ولا 40 درهم شي باش يحسبوه همايا، واخا تعاود روسي جديد راه ديك المخالفه كتبقى لاصقه لك اخ، راه كتدخل ديك المخالفه بسميت لاكارت ديالك باش تكون عارف. واخا مشات بدل الروسي واخا تبدل المطريكي تبقى ديك لاكارت ديالك داخله فيها بسميتها المخالفه باش تكون عارف. هاد البلان اللي غايقول لي الدراري لا ما كاينش وكذا، الاخوان حنا ما تنهضروش عن فراغ، راه كاين هاد البلان هذا حاليا باقي هاد الثغره هادي، نتمنوا يحيدوها الصراحه حيت ما خداماش، فيها مش فيها واحد المشاكل وحده اخرين ابارات هذا الاخوان، فيهم واحد المشاكل وحده اخرين انتم عارفين هاد المشاكل موتور كذا خوي ولا الى اخره الاخوان. المهم كاينين مشاكل اللي تقدر تضر الواحد، داكشي علاش نتمناو يحيدوا هاد البلان هذا الاخوان. هادشي اللي كاين الدراري في هاد الفيديو هذا، الصراحه فيديو ما كانش طويل، كانت واحد المعلومه خفيفه ظريفه باش تعرفوها الاخوان. والاخوان سيت كل واحد يقول لنا شحال عليه ديال المخالفات، واش كنتوا عارفين هاد البلان ولا ما كنتوش عارفينه. يلا الدراري فما تنساوناش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم، اي تساؤل اي مشكل خليكم ليان ديال انستغرام في اول تعليق. يلا الدراري تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديو جديد بموضوع جديد ومعلومه جديده، نتلاقاو.